جمال اليوم من الاول عولتوا باش تجيبوا هذه الكاس وجبتوها كيما كاس افريقيا، كلمه للشعب الجزائري اللي راه في الشوارع الان. السلام عليكم، الحمد لله، مبروك علينا. كانت مباراه صعيبه ضد فريق صعيب محترم. لا بونسكو كوافور تاعنا سي ريسبكتيو كامل الناس، وهذا هو السر تاعنا، نريسبكتيو كاع لي زادفيرس اللي لعبوا معاهم افون الماتش بوندو الماتش وابري الماتش. بريسيزي مليح نريسبكتيو كاع الناس. الحمد لله الخدمه كانت تاع جروب كامل، ما كانتش انديفيديوال تاع واحد ولا تاع زوج ولا تاع هذيك. كنا جروب من البرومي جور، كنا سيريو، خدمنا امنا بعضنا الحمد لله. شفنا اليوم جمال بن عمري قلب الاسد مره اخرى، كنت يعني عميد الدفاع حقيقة، مباراة كبيرة وكبيرة جدا، كأنك ما توقفتش بوندون لا كومبيتيشن. الحمد لله سي بري، كنت حبست شوية، كانت عندي بليسير في القصر، ما سوفريت شوية في الماتش تاع قطر في الدقائق الأخرين. الحمد لله نشكر الطاقم الطبي سيرتو اللي خلاونا نريكيبيري مليح، وكنا في المستوى نقدر نقول لك بون دو جور لعبنا. كنا خايفين شويه من الفاتيك، مي الحمد لله ليسونسيال فرحنا الشعب. الجزائر كاس افريقيا، الان كاس العرب، ان شاء الله نتأهلوا لكاس العالم. هل هذه رساله بانه اللاعبين الجزائريين دائما يكونوا كي يخرجوا من الجزائر يكونوا يمدوا كل ما عندهم؟ سي نورمال، سي نورمال، نقولوا نعاودوا لازم دوك لازم نحافظوا على الثروه الكرويه اللي عندهم. صح، والثروه الكرويه هذه تبروفي بلي عندنا لاباط. فوالا، لازم نحافظوا كيما نحافظوا على الثروه الكرويه اللي عندنا، ان نخلوا هاد لي جان اللي جايين يزيدوا يخدموا زاد بركه وحنا الى انا مازلنا قادرين يزيدوا يعاونونا، ونهار ما نقدروش حنا اللي نقولوا بلي ماناش قادرين ماناش. لا كوب دافريك دون كيلكو جور، اسكو هاد لا كومبيتيسيون تزيد تحفزكم باش تروحوا تحافظوا على اللقب؟ كما لعبنا هذه نلعبوا ان شاء الله، نكونوا واجدين لا سوب دافريك، نكونوا واجدين كاع المحافل اللي نمثلوا فيها الجزائر. والحمد لله مبروك، الشعب فرحان. فرحان وكاع رانا فرحانين، هذا هو الصح. دخلتوا في المباراه اليوم شويه يعني كنتوا تيميت في الدخله؟ لا، مع الاول